الكلب ده بقى انا اول ما جه عندكم انا جيت شفته هناك، كان عمره 8 شهور، كان لسه بيتدرب، المدرب كان بيجي له عشان يدربه. لا بس تمام كده بقى حكايه، يعني هو هيجي على الحيوانات بس، بس البني ادمين بالامر. ها تعالى مصطفى ما تخافش. بقى عمره سنة. ها كاتشر بس ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. مسمينه ايه؟ جاك. ها على اسمه اللي جايبينه بيه لما تتخذ اسمه. بس الكاسحة بقت حلوة. كانت الكاسحة لسه ما بانتش قوي لما جه برضه. لا هو كده لسه صغير، انا ولسه ما جوزتوش ولا ما بانتش. لا ما انت مش هتجوزه بقى دلوقتي خالص.